السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لبرنامج المبيعات، أول حاجة ده برنامج هتشيل الحاجات القديمة زي النظارات الفرنسية، هتحط إيه إعدادات رأس الفاتورة، وتحط محل اسم المحل بتاعك. وليكن مثلا النشاط بتاعك، أي نشاط كده بتاع مثلا كهرباء النهضة مثلا. ضافت عن هنا هيتضاف على الفواتير. هنا نسبة الضريبة المضافة لو انت حابب تغيرها. هنا اسفل الفاتورة اللي هو اللي فيها ارقام التليفونات، ارقام التليفون والسجل التجاري والكلام ده كله، والسجل التجاري. تمام. وبنيجي هنا عند تكويل الاصناف، تشيل الاصناف دي تحط الاصناف بتاعتك انت. سلك 5 متر، محمل، ضغط عالي، هنا مثلا حزمة أبو لفة تمنها مثلا كام؟ 150 جنيه. هنا مثلا لحام بلاستيك، علبة تمنها 50 جنيه، هتشيل دوت وتكتب مثلا وصلة، فيشة، عدد تمنها مثلا 24 جنيه، لمبات ليد عدد تمنها 150 جنيه، فيشة رؤى السودة جبتيها كام؟ عدد ب 250 جنيه. ويغلق دلوقتي ايه؟ هنعمل فاتورة جديد، اسم العميل محمد الكهربائي، محمد شريف مثلا. لو محمد الكهربائي ده مش موجود هنعمل اضافة فردي، الاسم محمد الكهربائي اللي هو بس هياخد منك حاجات ويوزعها على الناس. الكود بتاعه مثلا ايه؟ 150. ادخال، تم ادخال بعمل النجاح، ويكتب بقى محمد الكهربائي. خلاص هنكتب هنا الاسم، الصنف فيشة رؤى السودة، الكمية مثلا ايه؟ 1 2 3 4 4 مثلا، وادخال. وهنا ايه تاني؟ مروحة فليش، نعمل تكويد الأصناف تاني، مروحة فريش عدد جابتها مثلا نقول ب 600 جنيه. إغلاق، بيتضاف على طول، والكمية مثلا واحدة إجمالي، يبقى كده إجمالي كام المبلغ؟ 1600 جنيه. تيجي تعمل طباعة، الحاجة نزلت أهي. أنت لو حبيت تعمل يبقى إيه ماشي، بيخش هنا بنعمل فاتورة تانية، فاتورة جديدة. ولو أنت حبيت تعمل ترجع للفواتير السابقة، بتخش على اخر فاتورة اهي وبتظهر معاك، بيظهر معاك. تمام. ده بالنسبة للبرنامج، لو حمل البرنامج اللي هو بتاعه اسفل الفيديو، مجاني مفتوح على طول، مش هطلب منك الكود ولا اي حاجة، ده على طول مجاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.